اسبوع يعني مليان مباريات للاهلي. خلصنا ماتش المريخ، عندنا بكره ماتش مهم جدا في الدوري، ولسه هنستعد بعد كده لاستكمال المشوار الافريقي زي ما حضراتكم اكيد متابعين. تحديات كتير، تحديات كتيره جدا كمان امام افريقيا لمواصله الانتصارات اللي هنتكلم فيها، كل هذه الملفات وغيرها والامور اللي عليها برضو علامات استفهام اللي بقالنا كام يوم برضو بنطرحها، كل ده مع كابتن احمد سلامه مهاجم يعني حرس الحدود ومنتخب مصر السابق. صباح الفل والهنا وكل حاجه حلوه يا رب. صباح الفل، وانا سعيد جدا بتواجدي معاكم النهارده ان شاء الله. بتنورنا وبتسعدنا بوجودك يا كابتن. انا اسعد بجد والله، يعني انا من اهم وافضل البرامج اللي بحب اطلع او اكون ضيف عندكم دايما. نورنا يعني. بجد والله ربنا يخليك كابتن احمد. قبل بقى بنتكلم معاك عن تفاصيل هذا اللقاء المرتقب الاهلي وبيراميدز، وطبعا صراع على الصداره تصدر المسابقه، وهما يمكن فارقين عننا بنقطه واحده وفي نفس الوقت هما لاعبين مباراه زياده عننا. قبل ما نتكلم بقى وندخل معاك في تفاصيل اللقاء ورؤيتك وتوقعاتك الى اخره، وعايزين نتكلم عن رؤيتك للمسابقه وللموسم ده عموما، النسخه دي من الدوري المصري في رايك عامله ازاي؟ والله انا شايف دي يعني تكمله لسلسله مواسم سابقه فيها ضغوط جامده جدا، كثافه مباريات وفي توقيتات متلاحقه، ويعني وفي توقيتات صغيره او قريبه، في ضغط كل سنه بنسمع كلمه انه موسم استثنائي، يعني بانه المباراه مضغوطه وان احنا عندنا ارتباطات دوليه او ارتباطات قاريه، يعني ده كل سنه بقى لنا اكتر من 4 مواسم دلوقتي بنسمع الكلمه دي. فانا شايف انه يعني ممكن تبقى في مواسم استثنائيه، ولكن ده بيكون حمل او عامل لود شويه على اللاعبين. في انديه بتقدر تعمل روتيشن وعندها يعني لاعيبه احتياطي او لاعيبه موجوده بتقدر تعمل عمليه تدوير للاعيبه اللي عندها، وفي انديه ما عندهاش الامكانيات والقدرات ان هي تحط لاعيبه على دكه البدلاء بنفس قيمه اللاعيبه اللي موجوده في الملعب. انا شايف انه موسم مش وحش، موسم جيد، في يعني برضه وجود فرق مستجده كده زي فاركو وفيوتشر بالظبط بتدي قوه طبعا. اكيد طبعا ان هم كمان الفرق اللي عندها امكانيات بتقدر تعمل تيم كويس، بتقدر تعمل سكواد محترم بالظبط، بتدي قوه للدوري. انا شايف انه يعني انه رابطه الانديه المحترفه كمان عملت الكاس الخاص بيهم، ده كمان بيدي في فتره توقف الدوري ادت برضه زي مباريات تحضيريه او مباريات تنشيطيه او مباريات بتدي برضو يعني بتقربك شويه من الدوري، ما بتبعدكش ان انت قعدت شهر كامل. باقي اللعيبه الغير دوليه اكيد لو قاعد في بيتك او بتعمل ماتشات وديه عمرك ما هترتفع بالمستوى أكيد. زي ما انت تكون عامل يعني بطوله شبه رسميه او بطوله بنفس قيمه البطولات اللي موجوده عندك زي كاس مصر او كاس سوبر، فانت عامل برضو بطوله بتحضر فيها اللعيبه بتاعتك بشكل جيد. انا شايف انه حتى الان المباريات الانديه كلها بتادي بشكل جيد جدا، الكره اتطورت في كل الانديه، حتى الانديه اللي بتعاني زي ايستر كومباني او زي الانديه اللي ممكن تبقى طالعه ما كانتش محضره من البدايه، بس بتعمل مردود كويس، بتلاقي لها شكل هجومي، ما بقاش فيه التقفيلات بتاعه زمان والطرق الدفاعيه البحته في الانديه، كله بقى بيلعب كره هجوميه، كره مفتوحه، كره تنظيميه بشكل كويس. فانا شايف انه يعني دوري مميز وان شاء الله يكمل بشكل افضل ان شاء الله الفتره الجايه. يعني هو لو هنتكلم عن مباراه بيراميدز والنقطه اللي هم يعني الفارق ما بيننا والماتش اللي هم لعبوه زياده وكل ده اكيد برضو ليه حسابات، بس معلش انا عايز ابدا يعني او اروح للنقطه اللي بدات بيها. بقالنا 4 سنين مضغوطين و4 سنين بنشتكي و4 سنين عندنا ازمه لان اللعيبه بتستنزف، وانا مش بتكلم بس عن لعيبه الاهلي، انا بتكلم في العموم. فبرضو هل ده كان سابق؟ يعني زمان حصل برضو كان في كده كذا موسم ورا بعض مضغوطين، طب ازاي كنتوا بتتصرفوا؟ برضو يعني رجعنا بالنوستالجيا شويه او التاريخ معاك كابتن، خلينا نفهم. لا انا يمكن احنا بالنسبه لنا كان الموضوع مختلف عن كده شويه، يعني احنا كان الدوري عندنا شبه مستقر اكتر، المباريات بنلعب ممكن يعني كل 10 ايام مباراتين تقريبا، ما كانش في الضغط اللي هو الكامل ده.
لكن دلوقتي يعني بقى العالم كله بيتجه للاتجاه ده، ان انت تضغط مبارياتك بس مش بالكثافه العاليه، بالذات الانديه عندنا ده جديد على اللاعبين المصريين. يعني يمكن في اوروبا بكل 3 4 ايام في مباراه على طول، لكن عندهم ريكفري بيعملوه بشكل كويس، بيعملوا استشفاء بشكل محترم، عندهم يعني كل الحاجات اللي ممكن ترجعك يعني ريفريش او ترجعك بكامل طاقتك موجوده. اللعيبه نفسها بره بتعرف عندها الثقافه دي، يعني بتقدر ترجع نفسها بشكل كويس، بتريح أوكي. نفسها كويس، بتدي كل حاجه حقها بشكل كويس. احنا ممكن ده كان قبل كده ما كناش، اللعيبه ما كانتش بنفس الوعي ده وبنفس ان انت تقدر ترجع او تقدر وانت في بيتك تريح نفسك بشكل كويس، انك تبقى مستعده للي بعد كده. لكن دلوقتي انا شايف ان الناس يعني بدات اللعيبه تتطور بشكل افضل من قبل كده كنوع من الوعي. لكن في حاجات سلبيه بتحصل، يعني انا شايف انه يعني كتر المباريات ده بيستنفذ اللعيبه بتاعتنا، بالذات اللعيبه الدوليه. يعني بالزبط. انت عندك مواجهتين مع السنغال، منتخب قوي جدا جدا، محتاج ان انت تريح اللعيبه دي بشكل كويس، مش ان انت تريحهم وتقعدهم في البيت، لكن تديهم الوقت المناسب او التباعد المناسب للمباريات. ما تديش مباريات ورا بعضها بكثافه عاليه بتوقيتات قريبه. فانا شايف انه ده الجماهير تعبت والله، لازم يعني حقيقي والله احنا تعبنا، يعني كجماهير تعبنا، وتعبنا يعني تعبنا احنا وتعبنا للفريق يعني. اكيد، لكن اكيد النادي الاهلي بيكون عامل حساب الكلام ده كله، او الفرق الكبيره بشكل عام، يعني اهلي زمالك بيراميدز انديه اللي هي بتاثر يا كابتن احمد برضو. بالظبط، خلينا نتكلم يعني مهما كان الفريق كبير، انا اللعيبه بتوعي مش مكن بني ادمين. بالظبط، فبيأثر، والجانب النفسي بيأثر، ونتائج البطولات المختلفه اللي في نفس الوقت بتؤثر، يعني كل ده برضو مش لمصلحتنا. اكيد، انا بتكلم في نقطه تانية. يعني انا بقول ليه الاهلي او الزمالك او الانديه دي بتبقى المفروض ان هي بتبقى عامله حسابها، واخده على الاحتراف، عندها بالظبط، عندها الـ يعني عندها فن التعامل مع المواقف دي، بان هم محضرين من بدري جدا نوعيه لعيبه، تقدر تعمل ما بينهم روتيشن، تقدر تعمل تريح لعيبه في المباراه. اصابات وفي هي المشكله بس في الاصابات، هي المشكله في الاصابات. يعني انت ممكن تقابلك حاجات وانت شغال تبقى خلاص انت مجبر ان انت تلعب باللي موجود عندك او بالمتاح بالنسبه لك، فممكن ياثر. يعني بالذات ان كمان لما بيكون عندك لعيبه دوليه وعندك لقاءات مهمه او مواجهتين مهمتين، لازم ان انت يعني تريح اللعيبه دي بشكل جيد، بحيث ان انت تقدر تستفاد منهم في المهمه الاكبر، اللي هي ان مصر توصل لكاس العالم الفتره اللي جايه من خلال بوابه السنغال. يعني فانا شايف انه لا، انا كانت وجهه نظري ان احنا كنا مباراه البيراميدز كانت ممكن تتاخر شويه، وكان ممكن يتلعب ماتش سان داونز باللعيبه فريش، وبعد كده تبدا تستعد بعد كده للي بعد كده في المواجهات. يعني طب هو بالنسبه للماتشين بتوع السنغال، كده كده اكيد هنتكلم عنهم في سياق قعدتنا الحلوه دي، بس انا عايز ارجع معاك مره ثانيه للاهلي وبيراميدز. طبعا فرقتين اقوياء والاثنين ماشيين كويس جدا قاريا، يعني بيراميدز عاملين ماتشات زي الفل في الكونفدراليه، الاهلي ماشي زي الفل في دوري الابطال، فالى اي درجه ده ممكن يشعل المنافسه ما بينهم في اللقاء اللي هيجمع ما بينهم هما الاثنين؟ واكيد كل واحد فيهم ليه حساباته، واكيد كل واحد فيهم عينه على الفوز، من منطلق حتى ان الفوز بيجيب فوز. طبعا، من وجهه نظر الفرق الكبيره الثقيله، فانت شايف الصوره ازاي؟ انا شايف ان المنافسه مش هتكون في المباراه دي بس، المنافسه هتبقى على طول الدوري. يعني انا شايف ان بيراميدز بقى ند قوي جدا جدا، بقى محضر بشكل كويس، كابتن ايهاب جلال من المدربين الكويسين جدا جدا، مدرب كبير وعنده وجهه نظر وعنده رؤيه، ويمكن هو عايز يعمل لنفسه كمان تاريخ من خلال بيراميدز، لانه هو يمكن وعنده عناصر جيده جدا. هو بالظبط، هو يعني ليه مشوار طويل جدا، لكن ما حققش اي بطوله مع اي نادي من الفرق اللي تولى ادارتهم الفنيه. فانا شايف ان هو بيسعى ان هو يعمل بطوله، لكن انا شايف النادي الاهلي بجماهيريته بامكانيات البشريه الموجوده، اللاعبين والامكانيات الماديه وتوفير كل الامكانيات لصالح الفريق، انا شايف انه في حته تانية خالص، لانه النادي الاهلي بيلعب بروح البطل طول الوقت. يعني انت بتاريخ كبير جدا، بمسانده كبيره جدا جماهيريه،
يعني فانا شايف انه لا، النادي الاهلي عنده من القدرات ان هو يتخطى اي حاجه ممكن تقابله الفتره اللي جايه، حتى لو في اسوأ حالاته الاهلي عنده المقدره ان هو يتخطى كل ده. الاهلي يمكن المباراه اللي فاتت كان عندنا المريخ، وظهرت في المباراه دي شخصيه البطل، ان انت حتى وانت مش في افضل حياتك مثلا، او ان انت مثلا كنت كسبان وتعادلت، بس لا انا مش هطلع من المباراه دي غير كسبان، يعني مش هطلع غير بثلاثه بونت. وهي دي قيمه اللاعب في النادي الاهلي بعيدا عن باقي الانديه الثانيه، يعني اللعيب في النادي الاهلي عنده غيره، وعنده يعني حب شديد جدا للمكسب، ما بيقبلش غير بده. فانا شايف انه ده بيعوض حاجات كتير جدا، منها التعب او الاجهاد. يعني لما بكون عندي حاله استنفار ذاتيه لان انا مش هطلع من هنا غير وانا كسبان، ده حتى لو انا مجهد ده بيغطي الاجهاد ده، او بيغطي التعب العضلي اللي موجود عندي. فانا شايف لعيبه الاهلي لعيبه جيده، عندهم يعني الاهلي بيضم افضل عناصر موجوده في مصر. اللي انت بتقوله ده مش بينطبق الى حد كبير على الهدف الثالث اللي جابه السولية في الماتش الاخراني. بالظبط، ما ده يعني وعي، ده وعي تكتيكي. يعني ده لو اتكلمنا في تفاصيل فنيه، ان انت يبقى عندك لعيب عنده حاله من اللي هو يعني ان انا مش قتاليه، يعني زي ما بيقولوا ان انا مش هطلع من هنا غير وانا كسبان. فان انت تطلع وتكمل في الحته دي، وخلي بالك انا كنت بتكلم في النقطه دي، انه حاليا كل اللاعبي اللي هو رقم 8 على مستوى العالم بيوصلوا جوه ال 18 وبيسجلوا اهداف. يعني دي بروين امبارح كان بنلعب مانشستر سيتي مع مانشستر يونايتد، دي بروين جاب جولين من جوه ال 18 وهو بيلعب رقم 8 زي السولية كده كمركز، وبيوصلوا وجاندوجان بيوصل لحد المنطقه دي وبيعرف. وعندك هندرسون، عندك نبي كايتا في ليفربول، عندك لعيبه رقم 8 في العالم كله بيدخلوا جوه ال 18 وبيسددوا وبيجيبوا اهداف وبيساعدوا فرقته من قدام. لما بلعب بثلاثه مهاجمين بس وبلعب ثلاثه في الارتكاز، لازم الاثنين 8 لو انا بلعب بستة واحد، يعني بواحد ستة ارتكاز واثنين قدامه، الاثنين دول بيعملوا التكمله الهجوميه او الزياده الهجوميه دي العدديه لقدام، وبيساعدوا الثلاثي الامامي ده، وبيقدروا ان هم يضيفوا زياده عدديه بحيث ان هو يعمل يعني يشكل ضغط مبدئيا، يشكل ضغط كمان، ان هو كمان يقدر ان هو يبقى نسبه التهديف اعلى، ان انت بعدد لاعبين اكتر. وكمان الكره لو اتقطعت في المكان ده او فقدوا الكره في المكان ده، يبقى فيه على طول بريس في الحته دي، فيبقى طول الوقت انت حاطط فرقه الخصم في ضغط طول الوقت. فانا شايف ان السولية عمل حاجه العالم كله دلوقتي بيتجه ليها، او يعني لكن هي منه هو ذاتيا انا شايفها دي شخصيه كبيره، شخصيه قائد، شخصيه ودي شخصيه البطل يعني اللي كنت بتكلم عليها. بالظبط، شخصيه البطل هو ده الفرق ما بين اي لعيب في اي نادي تاني وما بين الانديه اللي هي الانديه المحسوبه ان هي ابطال. يعني بتكون اللعيبه بتاعتها ليها دوافع تانيه مختلفه، وليها امور ذهنيه ونفسيه مختلفه تماما، وقدرات مختلفة. قدرات يمكن في مباريات كتير جدا وارد جدا ان اي مدير فني يعني يتاخر في التغيير، يحط تغيير مكان تغيير، يستعجل في دي، يعني يتاخر في حاجه، يحط حد مكان حد فما تظبطش. لكن في اوقات كتير جدا جدا قدرات اللعيبه اصلا في الملعب هي كده كده اصلا بتفوق المنافس، بتفوق قدرات المنافس. فحتى لو في اخطاء فنيه من جهاز فني او من مدير فني بمثلا بوضع مثلا مهاجم مكان مثلا مهاجم بشكل معين في توقيت معين، او مدافع اطلع مدافع واحط او اغير طريقه اللعب جوه الملعب، فعندي لعيبه بتقدر تنفذ لي ده وتقدر تترجم لي ده بشكل كويس. حتى لو في اخطاء فنيه في التدخلات الفنيه من الجهاز الفني، بس يعني قدرات اللعيبه وامكانيات اللعيبه اللي موجوده دي بتغطي على الحاجات دي، وبتقدر ان انت توصل للهدف حتى لو باخطاء فنيه من الجهاز الفني. فشايف ان الفروقات او القدرات اللي موجوده عند لاعبي النادي الاهلي تقدر تتعامل مع كل المتغيرات الفتره اللي جايه، او كل العقبات اللي هتقابل الفتره اللي جايه، بالذات ان احنا عندنا مباراه سان داونز، ودي مباراه مهمه وليها طب واحده واحده. كابتن احمد شفت تخش في مواضيع كتير. لا مش قصدي، بقول كمان ان المباراه اللي جايه دي مباراه مهمه، اكيد طبعا هنتكلم فيها. بس انا عايزه اروح معلش تعقيبا على كلامك برضو، لان انا بسمع وبعدين بحب بقى ايه يعني اقف كده عند كام حاجه، ومنها يعني حضرتك اتكلمت فيها برضو فكره هنا ان احنا
بنيجي نقيم نفسنا اكيد ومفروض ان احنا نقيم نفسنا ايجابي وسلبي، صح كده؟ لما اجي اقول ان انا عندي ظروف استثنائيه او بقالي 4 سنوات في يعني مواسم مش معتاده او صعبه، فده دي حقائق. الناحيه الثانيه انا لازم برضو ان انا يعني اقيم نفسي واتكلم من ناحيه، طب انا ليه عندي برضو بعض الاخفاقات اللي بتحصل على الملعب؟ معلش، طب انا ليه عندي لمسات اخيره لا تتم بالشكل اللي انا متعود عليه من اللعيبه؟ ودي مش انتقادات، دي مجرد زي ما بتبقى بتتساءل وبتتساءل للمصلحه في الاول وفي الاخر. الحاجه الثالثه، ليه بحس ان انا لو سيطرت في بدايه الماتش باجي بعد كده اهدى، ولو دخل فيا جول بقوم معوض تاني؟ يعني لازم ال 90 دقيقه يبقى فيهم احداث عشان اقدر محافظ على مستوايا. معلش، فتتفق او تختلف معايا واسمع وجهه نظر حضرتك. لا، انا اتفق مع حضرتك تماما، وفي نفس الوقت انا شايف انه فعلا يعني مبسوط جدا ان ده بيتقال هنا في قناه النادي الاهلي، ان انتوا يعني حابين تعرفوا ايه السلبيات ومعالج ازاي. انا شايف انه النادي الاهلي بيلعب، لما انا اكون بادئ وكسبان 2 وتعادل، فده معناه ان انا ممكن يكون عندي ده اجهاد، يعني ده ممكن يكون سببه اجهاد، ده رقم 1. رقم 2 ممكن يكون عدم تركيز، وعدم التركيز برضو بيجي من الاجهاد. تمام. رقم 3 في حته الديفنس شويه، عدم ثبات للاثنين اللي هم السرد باكات او الاثنين قلب الدفاع. يعني مره تلاقي محمد، مره تلاقي مثلا محمد عبد المنعم مع رامي ربيعه، ومره تلاقي محمد عبد المنعم مع ياسر ابراهيم، ومره تلاقي ياسر ابراهيم مع ايمن اشرف، ومره تلاقي، فالمكان ده ما فيهوش ثبات. المفروض المكان ده لازم يبقى فيه يعني تثبيت. خط الظهر ده مهم جدا 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 عشان تقدر تحافظ على شباك نظيفه طول الوقت، او ان انت تقدر يعني تأمن الحته الدفاعيه بشكل كويس. الاثنين اللي هم او الثلاثه اللي هم في نص الملعب، ديانج، عمرو السوليه، حمدي فتحي، ممكن يكونوا يعني مستنفذين بشكل كبير جدا جدا، يعني كم مباريات كبيره طبعًا، وبيلعبوا وهم كمان بيأدوا بروح عاليه جدا وبيعملوا كم جري كبير جدا جدا، فده اكيد بيأثر شويه. زياده الاطراف من الباكين طرف اللي موجودين، الباك رايت والليفت، هاني ومعلول، الاثنين برضو الزياده دي يعني كمان بتبقى احيانا بتسيب فراغات في الظهر، لازم يملاها خط الظهر او يميل ناحيتها حد من الاثنين السرد باكات دول. فعدم التركيز هنا او عدم التغطيه بشكل جيد في المنطقه دي ده بيسبب اهداف عكسيه. انا شايف انه ده لازم يعني لازم يتدارك المستر موسيماني للاخطاء دي ويعالجها بشكل كويس، لان الفتره اللي جايه فتره مهمه جدا جدا للنادي الاهلي سواء محليا او افريقيا يعني. فانا شايف انه يعني كمان نقطه ان احنا بنوصل للمرمى كتير وما بن والتسجيل ده. والتسجيل اقل من الفرص المتاحه، يعني ممكن نوصل 10. اتمنى بقى ان كل الاخطاء دي او يعني الهفوات دي يتم تداركها ان شاء الله الفتره اللي جايه. وبنشكرك على وجودك معانا، نورتنا واسعدتنا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا ليك. معلش كابتن احمد، الوقت جري مننا، بس كلام مهم اللي احنا نختم بيه مع حضرتك. وزي ما قلت في الاول وفي الاخر، الواحد بيتكلم للمصلحه وحبا في النادي الاهلي، فلازم ان احنا نقيم نفسنا بشكل يعني فار زي ما بتقال. هنشوفك تاني ان شاء الله. ما لحقناش والله. لا ابدا، انا كنت سعيد جدا ودايما بتشرف. والله بتنورنا دايما بجد. انا سعيد جدا. شكرا ليك يا كابتن احمد. طيب احنا هنروح فاصل ونرجع، والفقره الاخيره هيكون كريم مع دكتور دينا، وبرده زي ما احنا متعودين من دكتور دينا مواضيع مختلفه ولكن هامه جدا لكل افراد الاسره. هنروح فاصل ونرجع نكمل.